اي اقول لك عاد خذيت موي ها انت علامك انت يا نيتي ايش فيك كذي تدرعين بدون ما تطقي الباب اي بابا اكلمك موضوع ضروري لا حبيبتي دام ضروري اذا بكلنا نسمع تعلمكم صاير شيء وانا ما ادري عنه يبقى غاليه طردت امل من البيت ها صدق غاليه قلت اللي عندك سويت اللي تبينه يا سوسه ليش انا شو مسويت لك الحين انا مو مربيتك انت وخواتك وما فرقت بينكم وبين فيصل هذا يزاي تبي تفرقين بيني وبين ريلي تبي تخربين بيننا انا الحين ابو عزيز مو قلت لك امل تبي تنام عند رفيجتها ايه صح ذكرت وانا قلت لك هالخرابيط وخليها ترد البيت انت وبعدين معك انت ليش تحبين المشاكل يبا دق على امل اسالها يا ربي عاد انا اذا بطرد ما اطرد الا هالفقيره اللي ما عندها لسان لو بطرد اطردك انت يا الملسونه يا ام المصايب والمشاكل مو ذيك انت ايش فيك قاعد تمثليني بلا تصدقها بس بلا قله ادب هذا حسبه امك لا 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 كلش مو حسبه امي ولا تي ظفر امي يلا 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 ذن في غرفتك يلا بلا افلام يلا صدق انا ما عرفت اربي بالضبط ما عرفت تربيني كنت مو فاضي انك تربيني امشي هيا شفت ما ادري ايش يا ربي حطه دوبها ودوبي هالبنيه ذبحتنا شريكه مو بنت